يبدأ سريان الهدنة وتبدأ معه عودة آلاف النازحين إلى منازلهم أو ما تبقى من منازلهم التي احترقوا شوقا على فراقها ليجدوها مدمرة بشكل كامل، ما يشير إلى تعمد قوات الاحتلال رفع وتسريع وتيرة تدمير المنازل شمالي غزة. وهذا كله سبب إسرائيل هي اللي بتعمل فينا هيك. وعلى الرغم من الهدنة المعلنة، قوات الاحتلال استهدفت بالرصاص عددا ممن حاول العودة من جنوب القطاع إلى منازلهم في الشمال لتقتل وتصيب عددا منهم، بعدما تم إطلاق دعوات فلسطينية جماعية للنازحين من مدينة غزة الموجودين في جنوب القطاع للعودة إلى منازلهم. لا يثق الفلسطينيون بالهدنة وما وراءها بعدما خبروا جيدا انتهاك قوات الاحتلال لكافة المواثيق والهدن والقوانين الإنسانية والدولية. لو أنا بتساءل الهدنة، أعتقد أنه القوات الإسرائيلية رح تضلها موجودة في غزة، ما فيش انسحاب قوات إسرائيلية، وبدليل تصريحات الجيش الإسرائيلي وتصريحات القيادة السياسية الإسرائيلية أنه ستستمر الحرب، ستستمر الحرب بعد الهدنة، وما فيش يعني ما اعتقدش انه احنا في عنا طموح او عنا امل او مستبشرين خير في الهدنة. نحو 15,000 فلسطيني قضى بسبب قصف الاحتلال، 10,000 منهم من النساء والاطفال، واكثر من 35,000 مصاب هم حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع بحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ناهيك عن نزوح 1,700,000 مدني من أصل 2,300,000 في قطاع محاصر أصلاً منذ عام 2006، على مرأى مجتمع دولي تنص مواثيقه على أن حصار الأطفال والنساء وقتلهم بدم بارد جريمة حرب.